اليوم طبعا اجتماع لجنة حقوق الإنسان ناقشنا قضيتين مهمتين في موضوع حقوق الإنسان في من فئة البدون. ناقشنا قضية الجوازات ما تسمى بالمزورة أو المكتسبة، وأيضا كان هناك حديث حول من لم يسجل في اللجنة التنفيذية ولم يكن له تسجيل، لذلك الفئتين لا تحمل أي هوية. ومبادرة والاتفاق السابق اللي تعهد فيه الجهاز على صرف هوايا، اليوم ذكروا أنهم سوف يصرفون بطاقة الضمان الصحي، لكنها راح يلتزمون في موضوع التعليم والعلاج وكذلك مخاطبة الجهات اللي يعني تطلب أو يطلب الشخص فيها التوظيف. لذلك حسب الاتفاق السابق أن الجهاز التزم في موضوع التوظيف، موضوع العمل والعلاج وكذلك التعليم. أما التعليم فقالوا يراجعون من الغد لمدير إدارة المعلومات بالعارضية تمهيدا لتسليمهم يعني خطابات ومراسلات التعليم لوزارة التربية. فهذه يعني الفئتين أرجو أن يكون انتهت يعني المشكلة من النواحي الإنسانية. هناك طبعا نواحي إدارية موضوعها آخر، لكن احنا نبحث الضمانات في أنه لا يمنع أحد من التعليم ولا يمنع من العمل، سواء لا نلزم طبعا ما في إلزام للجهات الحكومية في العمل من ناحية هذه، لكن لا يمنع من، لأن يعرف أن هناك عدم السماح لهم بالشركات أو الجمعيات أو القطاع الخاص. لذلك هذه الهوية أو هذه المخاطبات اللي سوف ترسل من الجهاز يلتزمون فيها بالسماح لهم بالتوظيف وبالعلاج وكذلك التعليم. نرجو أن نكون يعني أنجزت اللجنة يعني لهذه الفئتين. نعلم أن هناك فئات أيضا أخرى، ويفترض أن هناك بحث فيها في لجنة عند الإخوة في لجنة البدون، عليهم أن يستكملون أيضا الجزء الكبير والجزء الآخر في قضية البدون باقي القضية. لكن نحن استعجلنا في من حرموا من التعليم ومن حرموا من العلاج في هذه الجزئيتين بسبب الجوازات المزورة وكذا. والآلية بشكل عام وصرف البطاقة هذه قرئت علينا اليوم من الجهاز حتى تعتمد أيضا من وزير الداخلية في آخر الشهر، لكن ما يستعجل فيها اللي هو التعليم على من يريدون أن يعلموا ابنائهم. الآن حسب اتفاقنا أنه لا يوجد أي موانع في التعليم حسب الاتفاق، أنهم يأخذون أوراق ويخاطبون أي جهاز سواء مدارس خاصة أو حسب ما يمكن أن يدخلون فيها أبنائهم. لكن يراجعون إن شاء الله من الغد يعني هذه الإدارة، وإن شاء الله نتمنى أن يلتزم الجهاز في هذا الاتفاق. ونحن نشكرهم على يعني هذا الجهد اللي بذلوه في الفترة الماضية في ما قدموه لنا من حل هذه المشكلتين كحل يعني مبدئي لقضية البدون. ونحن نعلم أن قضية البدون متشعبة وتحتاج إلى يعني حل جذري، وما تسبب بهذه المشاكل إلا عدم الحلول، عدم تقديم حلول وهذه التراكمات التي وصلت إلى هذا الحد. نعلم أن هذا حل يعني جزئي ولكنه حل عاجل، لا نريد أحد يبقى بدون تعليم أو بدون علاج. أوجدنا هذا الحل كحل إنساني من لجنة حقوق الإنسان، لكن يبقى على اللجان الأخرى وكذلك الحكومة أنها تعالج قضية البدون بشكل عام. نحن لا نقول أن قضية البدون سوف تنحل في هذه اللجنة فقط، لكن الإخوة ناقشوا الجانب الإنساني وهذا تخصصهم في هذه اللجنة. نرجو ونسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا في رفع جزء من المعاناة عن إخوان البدون.